طيب دكتور، ما هي عوامل الخطر؟ هل من أسباب أيضاً واضحة للإصابة مثل هذه الأمراض، أم أنها تنتقل بالوراثة داخل الأسرة، أو مثلاً ترتبط بمتلازمات جينية معينة؟ نعم، كل التشوهات الخلقية في القلب بنقول إنها ملتي فاكتوريال، يعني عوامل متعددة. نعم. هلأ الوراثة دورها ضئيل جداً في الموضوع، في حالات نادرة بيكون في عنا بعض الجينات التي تنقل بعض التشوهات الخلقية. نعم. واحد. اثنين، الكروموزومات طبعا في التلازم ما بين متلازمات الكروموزومات، زي نعم. متلازمة داون مثلا، متلازمة اللي بنسميها بالعامية المنغولية. نعم. في ارتباط ما بينها وما بين وجود تشوهات خلقية. نعم. في القلب، زي الفتحات بين الأذينين وبين البطينين، ترجيع الصمامات. هلأ في عامل آخر وهو موجود في بلادنا كثير، هو التزاوج الأقارب بيرفع نسبة التشوهات الخلقية. نعم. هلأ بيرفعها بنسبة قليلة، مش بنسبة كبيرة عالية، لكن فعلا في المناطق اللي فيها تزاوج أقارب بنلاقي إنه نسبة ملحوظة عندهم أعلى. طيب عوامل خطر عند الأم دكتور؟ أكملك. وجود طفل عنده فتحة بين الأذينين يرفع النسبة من 1% إلى 4% داخل الأسرة. داخل الأسرة. نعم. أو الأب أو الأم. أو الأب أو الأم. طب عوامل خطر عند الأم دكتور؟ عند الأم وجود سكر الحمل يرفع احتمالية، وجود تشوهات خلقية من الأصل عند الأم وتصلحت. نعم. برضو كمان يرفع هاي. يعني هذه الأشياء اللي ثابتة. تدخين مثلا دكتور. التدخين كثير ما نسمع عنه. التدخين في سندرومات معينة تنتج من التدخين. نعم. شرب الكحول طبعا. نعم. اللي هو في بلادنا مش شائع طبعا، يؤدي إلى وجود تشوهات. الوجود التهاب، التأثر ببعض الفيروسات زي فيروس روبيلا مثلا خلال الحمل يؤدي إلى تضيقات مثلا في بعض الشرايين والفتحة حسب الألمانية. نعم. نعم. طيب دكتور، لما تحدثت عن سكر الحمل، إذا كان سكر الحمل مسيطر عليه، هل عوامل خطر هنا تنتهي؟ مثلا نقول ما في أي مشكلة أو ما في أي نسب خطورة في ولادة طفل لديه تشوهات خلقية في القلب؟ نعم. هي نسبة الخطورة عند سكر الحمل مش عالية. سكر الحمل يؤدي إلى أشياء معينة في القلب، وفي معظم الأحيان تكون منعكسة، يعني خلال 3-4 أشهر تكون من تأثير سكر الحمل عند الأم على عضلات القلب. نعم. ماشي. بس عادة بتكون منعكسة، في نسبة ضئيلة جدا بتكون في عندهم تضيقات في بعض الشرايين. نعم. أو تشوهات خلقية، بس يعني هي نسبة ليست عالية اللي بيجي، عشان يعني ما نخوف، لأنه سكر الحمل شائع. وسكر النوع الأول والثاني؟ لا، إحنا بنحكي عن سكر الحمل عادة. ممكن يزيد. النوع الثاني دراسات عليه مش كثيرة على. نعم. تأثيره على إحنا نتحدث الآن دكتور عن العلاجات، ما بين تضيق الصمام الأبهري وتضيق برزخ الأبهر، وأيضا دكتور اللي هي الثقب ما بين البطينين والفتحة. نعم. ما بين الأذينين، وما إلى ذلك من التشوهات الخلقية غير الإزرقاقية في القلب عند الأطفال، بناء على حجمها توصون بطريقة العلاج، أم هنالك عوامل أخرى، هنالك أسباب أخرى تنظرون إليها بعين الاعتبار عند تحديد خطة العلاج مع الطفل المصاب؟ نعم. هلأ الآن خطة العلاج، صراحة قبل ما أتكلم عن خطة العلاج بدي أتكلم عن مسؤولية الطبيب ومسؤولية الأهل على موضوع العلاج. مسؤولية الطبيب اللي بيكتشف تشوهات خلقية، سواء طبيب الأطفال اللي سمع بالسماعة أو اللي عرف عن طفل إنه عنده، مسؤوليته إنه يحول الطفل إلى طبيب مختص في الموضوع عشان يشخص وجود وحاجة وجود التشوه والحاجة للعلاج. ومسؤولية الأهل أيضا إنهم يسارعوا في طلب الرعاية الطبية. نعم. لهذه الحالة. ليش؟ لأنه إحنا أهم شيء في علاج تشوهات القلب الخلقية أن تعالج في الوقت المناسب. هلأ في مشكلة عندنا إنه إحنا بيجينا مريض متأخر، ما نقدر نسوي له إشي. نعم. فبالتالي يعني يجي بدري وما نسوي له إشي. متأخر يعني دكتور متأخر. في أي سن؟ ما هو ما خص السن، أنا هذا السؤال بيستنى تسأليني إياه. كل تشوه خلقي إله
محدوديته وسنه المعين. مثلا احكي لك فتحات بين البطينين، اذا فتحه صغيره ما بدها علاج، فتحات صغيره بنستنى عليها ممكن تسكر خلال السنه الاولى 85% 80% فتحات بين البطينين، ممكن السنه الثانيه كمان 6%، بقيه العمر كمان 6%. اذا صغيره ومش مؤثره على شيء ما بتحتاج علاج، لكن اذا كان حجمها متوسط او كبير وعاملة علامات هبوط في القلب جراحة. فتعالج في حالة عزم استجابتها للمعالجة الطبية للأدوية، يجب أن تعالج جراحيا أو عن طريق القسطرة بعضها، يعني إما جراحيا أو عن طريق القسطرة. لما نقول جراحيا ولا يعني ولا قلب مفتوح، وهذا لا يعتمد على العمر، يعني نعم. العمر ليس له أهمية. هلا في حالة وجود تغيرات كروموزومية زي داون سيندروم يخفض العمر الضروري للعلاج، لأنه بنخاف من ارتفاع توتر الشريان الرئوي. التدخل مبكراً يكون. مبكر. بالضبط. فبالتالي يعني الكلام عن العمر مش يعني لا يتوافق مع وقت العلاج. اللي بيحدد العلاج هو حجم التشوه، كمية الدم اللي بتنتقل، ارتفاع توتر الشريان الرئوي، تأثر الطفل بهذا. وهذه أمور لا يمكن التنبؤ بها، لذلك لابد كما أنت ذكرت بأنه تكون المسؤولية مضاعفة حتى على الأهل. نعم. يدق ناقوس الخطر بمجرد اكتشاف وجود أو احتمالية لوجود تشوه نعم. خلق عند الأطفال. نعم. وعندما تقول الطبيب المختص، فالطبيب المختص وحضرتكم طبيب قلب أطفال. نعم. نعم. أنا يعني أحكي لك مثلا أحد التشوهات الخلقية اللي هو جذع شرياني مشترك، وبشوف حالات كثيرة، هذا يجب أن تعمل عملية على 3 أشهر. أجي على 4 أشهر بنقول له خلص ما بتسوي شيء. نعم. بدك تعيش إلى أن يشاء الله وما في علاج. نعم. لأنه صار ارتفاع في توتر الشريان الرئوي. فبالتالي يعني وقت العلاج يحدد بناء على الحالة.